صالح جمعه ريني فايلر ما عندوش مشكله، احتاج انه صالح جمعه يطبق بعض الحاجات، يتخلص من وزن زياده، يبدا ينسجم مع الفريق، بعض التحركات من الناحيه التكتيكيه، وفي الاخر هيدي له الفرصه وقد كان. لكن ريني فايلر نفسه عرضه للراي المتصادم السريع. فجاه كانت الناس قبل كورونا بتعتبره واحد من اهم الصفقات اللي النادي الاهلي عملها، ثم بعد كده ينال انتقادات عنيفة جدا، وناس بتغير رأيها بدرجة 180 درجة. ده مش رأينا، ده رأي أحمد حسام ميدو عن ريني فايلر. نشوف النهاردة فايلر أخطأ في مباراة، أخطأ في مباراة تمام، لكن هل الراجل مدرب وحش؟ الكلام ده بيحصل عندنا في مصر يا جماعة، بس إن مباراة تخلي الناس تغير رأيها في مدرب 180 درجة. انا طلعت في الاستوديو التحليلي انا وكابتن ضياء وكابتن حسني مع عمر، واتكلمنا قلنا الراجل اخطا، لعب غلط، كان المفروض يشتغل على الخطه دي قبلها في ماتشات قبل كده، لو يلعب 4 3 3 قدام الزمالك، انه لعب بالثلاثيه 6 وديانج، هو ديانج عداه ناحيه اليمين، كان المفروض يبدلهم، الراجل ده هو اللي بيقطع وديانج ما بيعرفش يلعب على قدام، تغييراته غلط قلنا، بس بنقول كده في ايه، في مباراه. لكن الراجل مدرب كويس، الراجل مدرب كويس، فايلر مدرب كويس ومنظم وشخصيته كويسه. الناس اللي طلعت بعد الماتش بتقول ان الراجل ما عندوش فكره، هي دي الناس اللي صدقوني ما تضيعوش وقتكم معاهم، دي الناس اللي بتبيع لكم الهوا، ما تضيعوش وقتكم معاهم. اللي يغير رايه في مدرب 180 درجه عشان خاطر 95 دقيقه ولا 97 دقيقه، ما تضيعوش وقتكم معاه، ده راجل معلش اسف بيشتغلكم. ناس بتطلع تقعد في التلفزيون تشتغل، احترامنا للجميع اه، لكن ازاي من ثلاث ايام تبقى قايل ان فايلر احسن من جوزيه، سمعتها بوداني، وبعد الماتش تقول ان فايلر ما عندوش فكره. طب الناس اللي بتتفرج عليك تصدقك ازاي؟ او انت بتروح ازاي يعني انا مش فاهم، بتروح يعني بتروح مبسوط؟ انا مش فاهم، ناس محللين وناس كباتن لعب وبتاع، لكن يا جماعه بالعقل، ما هو دلوقتي في سوشيال ميديا وفي شو حاجات اونلاين وحاجات، الناس بتجيب لك الكلام اللي انت قلته، مش زي زمان ايام القناه الثانيه والثالثه الكلام اللي انت قلته مات، كلام ما ماتش، كلام موجود. فالنهارده اللي بيطلع يقول ان فايلر مدرب متواضع، ازاي الراجل نتايجه بتاع راجل 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 مدرب كويس جدا. ده كلام عن ريني فايلر في وجهه نظر ميدو، انه ما يصحش ابدا الناس تغير رايها في حد بين عشيه وضحاها. ايه المسألة؟ مش كده خالص، مدرب كبير في ظروف، طبعا في ظروف اختلفت، في ناس راجعة من كورونا، في مشاكل كتيرة، في غيابات، في إصابات. ده كان كلام مهم جدا ناقشناه معاكم بعظمة لسان.